ومشاهدينا ننتقل سوية إلى جولة الصحافة وزميلنا ميران أحمد. صباحك. صباحك صفاء وأيضا إسراء وصباح جميع المشاهدين. مشاهدينا، يبدو أن العالم بدأ بإظهار وجهه الحقيقي، وهذا أمر جيد بالعموم كونه يكشف المستور ويخلصنا من شكوك النفاق. فخطة اقتتال معسكري السنة والشيعة التي افتعلتها السياسات الدولية بدأت واضحة المعالم، وها هو ترامب يسعر جحيمه كما يراه البعض، بينما يقول آخرون أنه جاء علاجا لهذا العالم المتآكل ونتيجة طبيعية لسوء الأحوال والمآل. ويبقى الكلام لسيد المتكلمين، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. إذن مشاهدينا، جولة الصحافة، أهلا بكم. نبدأ الجولة من الشأن الداخلي السوري وصحيفة القدس العربي، ونقرأ بها: أحرار الشام تعلن النفير العام بعد هجوم فتح الشام على جيش المجاهدين. قال مسؤولان من الجيش السوري الحر أمس الأربعاء إن جبهة فتح الشام انتزعت مناطق يسيطر عليها جيش المجاهدين التابع للجيش السوري الحر في شمال غرب سوريا وسحقته فعلياً، كما شنت هجوما رئيسا الثلاثاء على فصائل من الجيش السوري الحر في شمال غرب البلاد، ومنها جماعة جيش المجاهدين التي قال المسؤولان إنها أبيدت. ورغم صدور بيان من القوة الأمنية لجيش الفتح أمس الأربعاء يؤكد على أن فصائلها اتفقت على تجنيب مناطق الجيش من الاقتتال الداخلي حرصا على حقن الدماء ونزولا عند رغبة أهل العلم وتوجيهات شورى جيش الفتح، في إشارة إلى القتال الدائر بين جبهة فتح الشام النصرة سابقا وأيضا جيش المجاهدين، إلا أن القائد العام لحركة أحرار الشام الإسلامية أبو عمار العمر أعلن النفير العام لكافة قطاعات وكتائب الحركة للتدخل ووقف الاقتتال الحاصل بين الفصائل، وذلك في مقطع صوتي منسوب له نشر على مواقع التواصل الاجتماعي. في متابعة للشأن السوري وفي صحيفة العربي الجديد، نقرأ: ترامب يتجه لإنشاء مناطق آمنة في سوريا. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس الأربعاء الأربعاء الخميس أنه سيقيم بالتأكيد مناطق آمنة في سوريا لحماية الأشخاص الفارين من العنف هناك. وقال ترامب أيضا في مقابلة أجرتها معه محطة الأي بي سي: سأقيم بالتأكيد مناطق آمنة في سوريا للأشخاص الفارين من العنف. وأضاف: أعتقد أن أوروبا ارتكبت خطأ جسيما بالسماح لهؤلاء الملايين من الأشخاص بالدخول ألمانيا وعدة دول أخرى. تشير مسودة الأمر التنفيذي التي تنتظر توقيع ترامب ونشرتها وكالة رويترز إلى أن الإدارة الجديدة تقدم على خطوة عارضها طويلا الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، خشية الانجرار بشكل أكبر في الصراع وخطر اندلاع اشتباكات بين الطائرات الحربية الأمريكية والروسية فوق سوريا. نتابع مع أخبار ترامب مشاهدينا، ولكن هذه المرة من صحيفة الحياة التي كتبت: ترامب يدرس إعادة فتح سجون السي آي إي في الخارج. وفي التفاصيل، يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراجعة شاملة لأساليب بلاده في استجواب مشبوهين بالإرهاب وإمكان إعادة فتح سجون تديرها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية السي آي إي خارج الولايات المتحدة، كما قد يلغي التزام سلفه باراك أوباما إغلاق معتقل غوانتانامو، ويكلف أيضا وزارة الدفاع إرسال المقاتلين الأعداء الموقوفين حديثا إلى هذه القاعدة العسكرية في كوبا. أتى ذلك قبل ساعات من توقيع ترامب أيضا مراسيم هدفها الحد من الهجرة غير المشروعة إلى الولايات المتحدة من خلال تشييد جدار على حدود المكسيك وتعزيز عدد الشرطيين اللازمين لكبح المهاجرين، كما سيقلص عدد اللاجئين الذين تستقبلهم الولايات المتحدة من 100,000 إلى 50,000 سنويا، ويفرض حظرا مؤقتا على معظم اللاجئين، ويجمد إصدار تأشيرات لأفراد من 6 دول شرق أوسطية وهي سوريا، العراق، إيران وليبيا والصومال والسودان وأيضا اليمن.
في الشأن السوداني مشاهدينا نقرأ من صحيفة الشرق الأوسط في حوار مع رئيس البلاد عمر البشير، يقول في يعني هذا الحوار وبالبونت العريض: نطالب إيران بوقف برنامجها لاستهداف السنة العرب. في التفاصيل، طالب الرئيس السوداني عمر البشير إيران بوقف برنامجها الذي يستهدف العرب السنة حسب تعبيره ويرمي إلى السيطرة على أجزاء من العالم العربي، وكرر اتهاماته لها بممارسة التشييع في إفريقيا بعدما مارسته في السودان، وتوقع أيضا أن تمضي الأمور إلى الأفضل مع الإدارة الأمريكية الجديدة. كما حذر البشير من خطورة الوضع العربي الحالي، مشيرا إلى أن 5 دول عربية ضاعت، وهي العراق وسوريا واليمن وليبيا وقبلها الصومال. واعتبر أيضا أن المنطقة مستهدفة من حلف صهيوني فارسي وأيضا غربي. رأى أيضا الرئيس السوداني أنه ليس هنالك مبرر لقلق مصر من أعمال سد النهضة في إثيوبيا لأن حصتها من المياه مؤمنة، وقال إن العلاقات مع القاهرة ليست مصابة إلا بمرض الإعلام المصري، لافتا إلى أن عمليات التضخيم وتأليب الرأي العام يعني هي شغله الشاغل. وأكد البشير أنه لن يترشح مجددا بعد انتهاء ولايته في العام 2020 لأن الدستور السوداني يمنع ذلك، وأكد أن لا مشكلة لديه في لقب الرئيس السابق ووصفه بأنه ممتع. أخيرا نختتم مع صحيفة العرب والتي كتبت: مشاهدينا، قمة بين عبد الله الثاني وبوتين لاستكشاف ما بعد أستانة. يعني يدرج المراقبون الأردنيون زيارة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى موسكو ولقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمن سياق العلاقات المتقدمة التي نسجت في الأعوام الماضية بين الأردن وروسيا. وأجرى الزعيمان مباحثات تركزت على تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، لا سيما الأزمة السورية وعملية السلام، كما بحثا جهود محاربة الإرهاب وعصاباته والعلاقات بين البلدين وأيضا آخر المستجدات الإقليمية والدولية وفق الديوان الملكي الأردني. مشاهدينا، الآن ننتقل بكم إلى جولة الكاريكاتير الصادر هذا الصباح.